جوك على 93 وتحفل العشوية. 1 2 3 4. من الاثنين للخميس من الاربعة للستة تلقى جوك على 93 وحفل العشوية بالموسيقى والثقافة والربح مع نور وليكرونيكور في جوك على 93 على الحياة فام. حفلي وجونا عالي. بعطينا شفيقة مرحبا بالناس كل مبلا مجتها علينا وتستنى فينا كل عشوية. احنا معاكم دائما على نفس الموجات على نفس الإذاعة إذاعة الحياة فهم. هكا نبدأ معاكم إن شاء الله ديبو من توا حتى للستة متاع العشية حفالي هكا وجونا عالي بمختلف الفقرات. إن شاء الله تحصل هكا الإفادة إن شاء الله المعلومة والربح، خاصة الربح يا أيمن. عنا برشا برشا ربح يستنى فيكم دائما من عند الفريقي جي اس ام. أن غران ميرسي لفريقي جي اس ام تو نو سبونسور الساعة. أيضا شكر كبير للحليوي فراغرانس اللي باش تفرح بيكم وديما فرحة بيكم باللي زارتيكل بور فام اي بور ام بيان سور. Tout ce qui est maquillage, des produits capillaires, des produits cosmétiques. Talqaou hand la hliwi fragrance li rani ala taarif tafou li mawjouda fi hay el tijari. Aidan zada mazalna bach farhou bikom akid takhdou les articles li yhemmou el dar wa el maoun. Bon d'achat zada bqimat 50 dinar y'amel يعمل تنجمو تاخدو كادو مزيان من اهداء قريش المعروف بسمونة، معروف البوتيك الموجود هكا في السوق العربي وين يفرح بيكم. وتاخدو كادو مزيان من اهداء سمونة باش ياخدو لي زارتيكل اللي حاجتكم بيهم الكل. لي كادو مزيان اكيد متواصلين. احنا ديما نقولو راو الجو ديدي لسائقي التاكسي كل يعطيكم الصحة. الناس الكل ديما ديما هكا تستناو فينا كيما كل يوم فيغ الخمسة ونص. تبعوا محمد باش يكون بالنسبة لليوم باش نقول لكم إن شاء الله وين باش نكونوا متواجدين. تلقاو عالم الحياة اف ام يرفرف في بلاصة من البلايص في القيروان. واكيد كيما نقولوا احنا بروميير اريفي بروميير سيرفي. اول واحد باش يكون من الواصلين مع ود الموجع 90 تاخذ باش يكون من الرابحين معانا ان شاء الله. بون شانس للناس الكل. تحيه للناس اللي قاعده تتفرج علينا فيا فيسبوك وتتبع فينا دائما على موجتنا. تحيه ايضا للاكيب تكنيك اللي باش يكونوا معاكم لليوم. تحيه كبيره لزميلنا ايمن ليغا في الاخراج التقني والصوت المزيان والحلو وفي التنسيق ايضا الاغاني. ايضا ترحيب خاص بزميلنا اليوم احمد المخلوفي ابارامون بدل الكاسكيت اليوم. احمد المخلوفي في الديجيتال خويا هذا بما يسمى بالحكي والحريري. مرحبا بك احمد المخلوفي منور سيدي معنا استوديو. وكما العاده معكم نور بيجي كوتي ميكرو دائما ما نجيش وحدي ان شاء الله هكا ديما عامره والاكيب الكل ديما بحذاكم. مرحبا يا حمزه بالشيخ عاشق مغروم نار الهيبه. الله عاشق مغروم ناري نار الهيبه. عاشق مغروم نار الهيبة يفتش عزين حتى يجيبه. يفتش عزين حتى يجيبه. الله الله مرحبا مرحبا ناسي كل اليوم قالوا لي علاش عندك برشا ما تغنيش. قلت لهم نرجع نغني يا سيدي. مرحبا صوت البلبل هكا ولا هو من البلبل اللي صوته شاجي وحلو. الوغ وحضورك الجميل الحقيقه ديما منورنا حمزه. عايشك نور بوجودكم انتوما بوجودكم زاد انتوما بالحق العزيز الغالين على قلبي والساده المستمعين زاد طلبكم عزيز وكلكم بالحق ربي يفضلكم نسيبكم. يعيشك حمزه مرحبا بيه. احمد اعطينا بلون لارج هكا على الناس الكل. اكيد الحضور نتاعنا محليه محليه بالليكيب الكل تري بيان. الناس الكل سلام عليكم كالعاده نور كما تقول انت ما نجيش وحدي. الحمد لله والحمد لله. اكيد امين رماحه معنا. مرحبا سي امين. مرحبا مساء الانوار. مرحبا بالليكيب تكنيك. مرحبا بسيد احمد نقولوا احنا. مرحبا بالناس الكل ان شاء الله منورين ان شاء الله تخليكم بالخير بالفرحه وبرشا حاجات باهيه
وسورتو انت تخزن الحكايه بالحلو. انت الكنيه نتاعك الحلوه عيطوا لك الحلو هكا ما تساعدنيش سخانه. وجبت لنا حاجه حلوه. انا واحده من الناس اول مره نتعرف عليها اللي هي الحمص الملبس. هو فيها انواع عايز تكمل حمص ملبس بجلجل. حمص ملبس هذا الحمص الملبس تم كلي تقربش ليه. فوالا هذه حمص ملبس بالجلجلين. سألنا على الأصول نتاعها قلت لي راهي تركية. هو ما عندوش أصول معناها نوفوني نقولوا احنا حاجة معناها مبتكرة حاجة مبتكرة. أما حاجة بنينة لا حاجة بنينة نتاع غرينيتاج هكا سوا ديزون نقولوا احنا كراميليزي وزايدين وهما هكا شوية جلجلين. حلوة الحكاية يا سيدي والله. أنا أحمد قاعد نشوفها في الجماعة هكا نوريو فيهم في الكاميرا الحمص النفس في الجلجلين هكا والله اختراع جميل يا سيدي. إن شاء الله ديما هكا تهل علينا بالحاجات الحلوة والبنينة اللي كيف كنت يا أمين. يعطيك الصحة. احنا مكملين أكيد في السيري نتاع أصل الزين ومازلنا نحكيو أكيد على العناية بالبشرة باش نكتشفوها بعد معاك أنت سينو اللي ديما نفرحكم وديما هل عليكم بالكادوات. وحمد المسليت خويا مرحبا. مرحبا بك نور. مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا على إذاعة الحياة فهم اللي معدلين موجتهم على 93. خلنا نحكيو على البارح نور. كرنفال البارح عرس البارح كرنفال في رومبوان الكرة الأرضية طريق سوسة. برك الله تاكسيات يعني فينا تلف طاقة تاكسي يعني انكور معناتها تاكسي ديجا معبية معناتها كليونات ووقفوا لنا يعطيهم الصحة بالمناسبة ذي معناتها نوجه لهم الشكر وبالحق شوية فيهم كلمة شكر. صحيح. سينو كيما عادة وكيما العويد كنا بالاخر ان شاء الله اليوم مش نعملوه في روم بوان بيبي جديد يعني كوتي ليسي جنبي وسي ابن رشيد. حفلة كبيرة من الأبناء معناها ماشي لهم انت في تنبك الوقت الكريتيك. اوي اوي يعني مش تلموا بك الجماعة الكل ان شاء الله مش يكونوا توري سفرة أنا وباش نجي غادي نعلق تعلق بلاك تاكسي روحك ولا تاني مش نكونوا متواجدين يعني الخمسة ونص في رومبوان باب جديد. إن شاء الله يستنيوا منا معناتها الكادوات والجو وتحفون كما عودناهم إن شاء الله. نتوقعوا يعني يلقوك بحذاك العلم الفلاج الفلاج عفورة وبحذاه محمد والكيب الكل سي بون. أول تاكسي محمد معناتها تخرجك بحذاك ديريكت فوالا هي اول تاكسي ديجا مش نلقاها متواجده غاديكا هي مش كنا رابحه معناتها ديجا يكون يعني خطر. تبارك الله احنا حنا نحكيو حتى جو الاوف تبارك الله عليهم ساعه تحيه كبيره والله للتاكسيستيه اللي ديما ساعه متابعين سبيسيال برشا. احنا نقولوا على الموقع وين فما عبيد تمشي من توا ديجا قاعده هكا تد في بلاصتها. الوغ بالحق شكر كبير ليكم برشا برشا وعلى الفيديليتي نتاعكم يا جماعه. نحاولوا هكا نرضيو الناس الكل ومحليكم والله محليهم الزملاء في بعضهم هكا حتى كي يربح هكا زميلهم ديما بالروح الطيبه وبالايجابيه. ان شاء الله يا ربي هكا ربحوا معنا نور. فما تاكسي معناتها تاكسيات يعني ما عطتهمش الفرصه انهم يربحوا معنا وكانوا متواجدين معنا الاربع مرات وخمسه مرات. صحيح. ونكور تلقاوهم معنا يعني ديما يستنوا فينا. ان شاء الله نوعدهم انهم باش يكونوا نهار من نهارات يكونوا رابحين معنا. دونك مع اليوم كان يعدوا موجتهم ويبقوا الكادوات ما زالت موجوده يا جماعه. ما تقلقوش راهو الربح موجود على حياه على اذاعه الحياه فاهم. دونك مع عليكم كان ديما معدلين موجتكم على 90 ان شاء الله. يعطيك صحه محمد هكا ديما فرحنا. عزيز ضيف ديما معانا زيدا في البلاتو. مرحبا بيك عزيز. سلامة نور بيك وبكمل الفريق ونتمنى نعديو ساعتين حلوين مع بعضنا. وبربي تحية لزميلتنا أمنة بوخية اللي تعبت معايا اليوم في ليزيكستري. سيدي تحية كبيرة الأمنة بوخية اللي دائما في البرودكسيون. أيضا تحية زميلة بلال دريدي في التنسيق وكل ما يساهم في إنجاح الحصة نتاعنا لليوم. يلا سيدي احنا هكا باش نبداو معاكم دائما في الديبيو الحصة نعطيكم ليزيكستري اللي تنجموا تسمعوهم يختاروهم كيف. alors اول اكستريت الالجيريانو ايليو عشكون ما عرفش شكون يلوج ايليو شكون يلوج على شنو تخرون الاذاعه فوالا سهيل سهيل طلعته فوالا اختار الالجيريانو ايليو ايليو اغنيه حلوه برشا ريتميك واغنيه انا نقول تبع سيزون الصيف هيك تراك تقولك في البحر في البحر عندي عليها فيزيون سبيسيال على الغنية يا تحبوا تسمعوها كاملة تجمو ادفوتي وعليها
سينا انا متسوقه اللي عطينا اللي بعده دراها عطينا اخويا هاو سيف باش يفكر باتريك برويل او كافي ديليس العشق هذه تابعه ديكلاراسيون دامور محمد كالعاده يا محمد يديك المره هذه هزه سيدي ابو سعيد خاطر ديجا معناتها لحد اللي فات ديجا كنت يعني في نعم في قهوه غاديك اما كنت وحدي يعني مش نعم في قهوه وحدي مش مع الحبيبه اكيد حبيبه تكون معايا قد ايه القهوه غادي مره والله مشيت مره حصلت نور هزيت الحبيبه في وقت من الاوقات جينا عملنا قهوه غادي حبيبي انا ندلل في روحي تايب اللوز وشيشه وكافي ديليس قاعد نغني لها ديليس والله العظيم يا نور هبطتك الدروج بتاع سيدي ابو سعيد من لوطه شربت لبحر قطعتها ماشي المو غاليه الفاتوره كافي ديليس تحسها معناها فيها القهوه ديليس ديليس بطناش نلف ولا اوكي في دي ديليس لاجمود اسمعوها كاملة في اخر الحصة سيرو على اخر اكستري دراتينا قلبي عاشقها والعيون قلبي عاشقها لي زاني كتربان يا حس وقت اللي كان رغبه علامه كبيره تفكر تو صغر تو صغر صاحبي يمشيو ويصغروا هذه الاغنيه هذه اختيار زميلتنا انس حلو حلو برشا جميل جدا الحقيقه فما تنوع اليوم مزيان من عندكم على تجمد فيديو عليها بالرياكت الموسيقى اللي تحبوا تسمعوها اخر الحصه هكا احنا باش نكون معكم الديبي بعد شويه باش نتلاقاو اكيد في تغطيه الحقيقه لايفينمون سبورتيف حلو برشا 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 في التور دو تابل خليكم برونشين لسكول مرحبا بالناس كل معضله المجادله جوك على 93 يلا احنا مازلنا متواصلين معكم دائما على نفس الموجات ودائما في متابعة للأنشطة الثقافية الرياضية وغيرها في التور دو تابل تسميت التور دو تابل وقيد التور دو تابل وين تنظم أو في إطار دعم السياحة الداخلية للقيروان تنظم الجمعية الأمنية الرياضية بالقيروان يوم استقبال متسبقي الموتوبايك من جميع أنحاء العالم أو من عديد البلدان العالمية وال يعني العربية وغيرها alors الحقيقة حابين نحكي أكثر على هالتظاهرة هذه اللي pour le moment صايرة توا احنا باش نكونوا اكيد في تغطيه اكيب الحيط موجوده في تغطيه للايفينمون سبورتيف هذا حبينا الحقيقه يكون متواجد معنا ويدخل معنا في المباشر المتحدث باسم الجمعيه سي كريم النجاتي ولكن مالغوزمون اللي قاعد يصير الايفينمون او ميم طون عندنا زميلنا حسام الرابحي اللي دائما في التغطيه مرحبا بك حسام تحية ليك نور تحية ليك تحية لكل متابعي راديو تحية فهم بالفعل احنا موجودين في مواكبة لهذا النشاط اليوم الجمعية الأمنية الرياضية بالقيرة وين اليوم يعني تقوم بنشاط مهم اليوم اتفاقية سوا مع يعني عدد من الدراجين الموجودين أشقائنا في ليبيا وهذا يندرج طبعا في إطار دعم السياحة البديلة أو التعريف بالمخزون خلينا نقوله السياحي والثقافي على مستوى ولاية القيروان عدد كبير حقيقة يا نور من الدراجين اللي موجودين هنا على مستوى ولاية القيروان وعدد كذلك محترم به من الدراجين كما قلت أنا من الإخوة الليبيين اللي كانوا جاوا بحضنا هنا على مستوى ولاية القيروان خليني نعطيك فكرة يا نور أنه باش تكون فما تورنيه كبيرة باش نعرفهم بأهم المناطق اللي موجودة على مستوى مركز مدينة القيروان وأهم المعالم طبعا اللي هي معروفة بهم مدينة القيروان وهم اختاروا خصيصا أنهم يجيوا لهنا لمدينة القيروان مش يتعرفوا على المعالم والمخزون الثقافي والتراثي اللي عنا على مستوى ولاية القيروان في الحقيقة نور الجمعية الأمنية الرياضية بالقيروان قاعدة
تخدم في خدمة حقيقة ممتازة جدا، وقاعدة يعني إن شاء الله بريفيو باش تكون فما اتفاقيات توأمة مع عدد من الدول الأخرى باش نزيدوا نعرفوا أكثر بالمخزون القيرواني، ونزيدوا نعرفوا يعني كما قلنا المعالم القيروانية. واضح حسين، حسب ما فهمنا يعني مازال الإيفينمون قاعد مازال صاير توا، قاعدوا يعملوا في التورني نتاعهم توا. خليني نعطيك فكرة، احنا استنيناهم في مفترق أتريخصوصا باعتبارهم هما جاءوا من ولاية جاونا من ولاية سوسة إلى مدينة إلى ولاية القيروان، دونك خرجنا من مفترق أتريخصوصا عملنا بهم دورة صغيرة يعني مشينا للزربية ودورنا شوية في وسط البلاد، توهم باش يتحركوا إلى مركز يعني أو مقر الجمعية الأمنية الرياضية، ومن بعد إن شاء الله بعد ما يتحركوا إلى المقر متاع الجمعية الأمنية باش يكون فما أن تورني في مختلف المعالم اللي موجودة على مستوى مدينة القيروان. ولا احنا لهنا حسين نوضحوا زيد للساده المستمعين، هذه عباره على متسابقي نتاع الموتو بايك، نحكيوا على كل الموتورات الكبيره، نحكيوا على نوري لكن مازلت موجوده معايا، خليني اذا كنت حاب تاخذ اكثر تفاصيل خليني نعطيك شعار فزيري اللي هو رئيس الجمعيه الرياضيه الامنيين بالقيروان، تاخذوا من عنده اكثر تفاصيل في علاقه بهذا الحدث اللي نعطيك اليوم يعتبر حدث مهم، يعني نعطيك معناه الحقيقه انه العباد الكل قعدوا يتفرجوا على الكورتيج هذا، يعني حركه كبيره خلينا نقولوا العباد فرحانه وتتبعوا، تعرف انت التراث عندها عشاقه اما على مستوى وطني او حتى على مستوى محلي على مستوى مدينه القيروان. للتفاصيل نور يحضر الى جنبي سي عاطف الزهيري باش ناخذوا من عنده فكره في علاقه بهذا الليفينمون هذا والاتفاقيه اللي صارت مع الاخوه الليبيين. مرحبا بك سي عاطف الزهيري، كان يسمع فينا على موجات اذاعه الحياة فهم. لحظة جست نور لحظة معك. بعاطف لازم ينحي الكاسك مكتار خليني نعطيك بالخردة خليني نعطيك فكرة اللي راهو الدراجين متاعنا الكل خرجوا يعني اللوازم الوقائية باش ينجموا يستعملوا الدراجة الكل موجودة اما من اللي كاسك ولا اللي كيف مو حقيقة يعني حاجة بيان اورجانيزي. خليني لالا مادام نحى الخوضة نتاعو سي عاطف امشي خليه معاك في المباشر يا نور. سي تخي بيان الحقيقة، احنا الحقيقة فرحانين برشا برشا. مرحبا بك سي عاطف عاطف الزهيري، الله يخليك، مشكور جدا على قبولك للدعوة، وحابين ناخذ من عندك أكثر تفاصيل فيما يخص الساعة، نحب نعرفوا أكثر احنا الجمعية. سي عاطف دائما هكا فما ليزيفينمون، شنو ليزيفينمون اللي تنظموهم دابيتود، شنية الحاجات هكا اللي نجمو نلقاوكم فيهم، ناخذوا أكثر فكرة على الجمعية معك سي عاطف. مرحبا بك أخت نور، نعرف بروحي سي عاطف الزهيري رئيس فرع الدراجات النارية بالقيروان الجمعية الرياضية الأمنية بالقيروان. في بعد المشاركة في رالي المرسى تبرقة 256 كيلومتر يوم السبت والأحد الفارط، تم تحصل على المرتبة الثانية وكأس في أول مشاركة للجمعية نتاعنا، وفي نطاق التخاوي واللقاءات مع الدراجين تم توأمة مع الجمعية الليبية، وكان نحن الهدف نتاعنا هو الترويج للسياحة الداخلية وخاصة ولاية القيروان ومدينة الغالبة بحكمها التاريخي، وهما الآن شرفونا اليوم في القروان جاءوا بعدد كبير اللي هما في المنتظر باش الايام القادمه زاد باش يكون زاد ثم مشاركات غادي في ليبيا، وهذا في نطاق معناها السياحه الداخليه وترويج ولايه القيروان بالنسبه للاهداف نتاعنا كجمعيه رياضيه امنيه بالدرجات الناريه بالقيروان. بالضبط، الوغ ان شاء الله هكا التورني كيفاش باش تكون، يعني شو البلايص هكا اللي باش تمشيو لهم؟ نحكيو بالضبط احنا على دعم زاد السياحه الداخليه خاصه في ولايه القيروان. والله توا هما مازلنا كي وصلنا لمقر الجمعيه نتاعنا اللي هو حدا لاليونس في طريق تونس باش نرحبوا بهم في المقر الجمعيه، وعندنا اتفاقيه ما بيناتهم باش نجلسوا ونمضيوها في نطاق الشراكه ما بين الجمعيات، وبعد نعملوا جوله في مدينه القيروان والمعالم الاثريه نتاعها اللي هي الجامع الكبير والفسقيه
ووسط المدينه شويه معرفوهم بالمنتوج نتاعنا والسياحه نتاعنا الداخليه، وهكا هي نكملوا الاهداف نتاعنا من جملتها هذه. يعني التورني قديش هكا ابوبري عندك انت، قديش مشارك فيها من يعني متسابق؟ هو مش من متسابق او من شخص غير ما خاطر هي غير ما ماهيش مسابقه اليوم. هو توا حاليا عندنا 47 دراجه ناريه مختلفه الاحجام، دراجات ما بين الهارلي وما بين الروت وما بين معناها متنوعين، معهم سيارات زاد مرافقه للدراجات كسوا ليبيا في مقطع في الطريق مسافه طويله يلزم فما مرافقات والحمد لله معناها توا هما جاوا عندنا الفوج الاول جاء من تونس والفوج الثاني جاء من سوسه ودخلوا مدينه القيروان، نعملوا بهم جوله في مدينه القيروان اللي هي الجامع الكبير والفسقيه والمعالم الاثريه نتاعنا، وكالعاده ماك تعرف شويه مقروض شويه واحد. هذا هو اكيد. يعطيك الصحه سي عاطف. محمد عندك ما تساله؟ سي عاطف مشكور على الايفينمون هذا اللي معناتها عاملينه، وانا نوعيه يعني بليتون نشجعوا على السياحه الداخليه في تونس. سينو حبيت نسالك علاش يعني جمعيات كي هكا يعني بتاع موتو بايك وكل ما نعملوش حملات تحسيسيه على يستعملوا يعني في الدراجات الناريه يعني في اطار غير قانوني، معناتها ما غير نلقاو في موتورات يعني في السنتور ما غير كاسك ما غير الاوراق، وانت تعرف الشيء هذا يعني مانيش انا جمعيات كيما هكا انه يعني تحث وتشجع على حاجات كي هكا. ولا والله سؤال في محله، نحن كجمعية هو من ضمن الأهداف نتاعنا توعية الشباب على ركوب الدراجة النارية، هو استعمال الملابس الخاصة بالدراجة النارية وخاصة الخوذة. والله هانا بدينا نحن عنا عمل قبل مع الدولات معنا صغار الجوان هذوما والحمد لله ماشيين في الإطار هذاك، ومع المقر نتاعنا زاد نستدعاو بعض الدراجين وتحسيسهم، وهو هذه هدف من الاهداف نتاع الجمعيه نتاعنا. هذا اللي نتمنوه. والحقيقه راهي العقليه نتاع الدراجين راهي تحسنت بكثير وخاصه في ولايه القيروان، وانا نستدعاك شخصيا مرحبا بك في المجموعة نتاعنا في الجمعية نتاعنا، وماذا بيا لخيان يخرجوا معانا وترى على عينك باش نعطيه صورة باهية وصورة نحبوا نحن الصورة الخايبة اللي يكسب معناها موتور كبيرة ومنه و نحبوا نحيوها ونمحيوها من العقول، وراهي من حسن إلى أحسن وفما تحسن كبير، أنا نقول لك بنسبة 80% خاصة في القيروان وكلها ولات تحمل ذرة معناها عندها شهادة رمادية. وإن شاء الله أنا أقول إن شاء الله الدولة تعاوننا في معناها تعرف أكيد يعني حتى في الحملات التحسيسية في الوعي إحنا زدنا من منبرنا هذا زدنا عاونوا أكيد، والومضات التحسيسية أكيد الحقيقة حاجة نفتخروا بها برشا إن شاء الله كل الدعم ولاية القيروان أكيد بالضبط أكيد. لا الحقيقة حاجة تفرح اللي تم في إطار يعني دعم السياحة الداخلية وخاصة لولاية القيروان، قاعدين تنشطوا بالطريقة هذه والتوأمة أكيد إن شاء الله هكا ترجع بالفايدة وبالخير، وإن شاء الله هكا في تظاهرات أخرى وإحنا كإذاعة الحياة فهم إن شاء الله ديما هكا باش نكونوا معاكم. الله يخليك عايشك. أنتم مشكورين كإذاعة الحقيقة، خصصتونا الأولاد جاء وحدنا وغطاوا معناها التظاهرة هذه، ومشكورين وكل صالح البلاد هذه وكل ما صالح معناها الاقتصاد التونسي والحمد لله والسياحه وباهيه وان شاء الله زاد عندنا برنامج مع خيانا كسوا مغاربه او جزائريين باش للحضور لهنا، وان شاء الله من حسن الى احسن، وبارك الله فيكم كاذاعه حياه يعطيكم الصحه. يعطيك الصحه مشكور جدا سي عاطف الزيري رئيس الجمعيه الامنيه الرياضيه، مشكور جدا على المداخله نتاعك الحقيقه. يعني جوست بوغ ريزومي كما قلنا يعني التظاهره هذه او اليوم الاستقبال هذه هو عباره جاي في اطار دعم السياحه
الداخليه. نعود نذكروا اللي فما العديد من الاشخاص اللي مشاركين في هالايفينمون هذايا. هو ريالمون يعني يوم استقبال اكثر منه ايفينمون. نحكيوا على متسابقي الموتوبايك، حاجه مزينه برشا برشا. زاد نحكيوا على ايضا حتى كيبداو هكا متعدين وبرشا من الناس كيشوفوهم بالزي الكامل بيان سور. الحقيقه برشا من الناس يساهموا ديجا بالوعي اللي راهو باش تركب ريالمون على الموتوبايك لازم يكون فما زي كامل وقائي لل يعني بدله كامله للسبور هذايا. ماهيش نيمبورت كومون، معناها نجموا نمارسوا الرياضه هذه. عندنا حد من اللي شخص هكا ضيف جينا للقيروان في التظاهره هذه، نتعرف عليه في المباشر. مرحبا بك يا سيدي. مرحبا. الو، مساء الخير. مرحبا بك. مرحبتين. الله يخليك. نتعرفوا عليك يا سيدي. كابتن حاتم التركي، رئيس نادي النخبه للرياضه الميكانيكيه. مرحبا بك سي حاتم التركي. الو، انت من الوفد اللي جاي من ليبيا الشقيقه وقاعدين بوغ لو مومون تعملوا في الدوره نتاعكم في القروان. هذه اول جايه لكم للقروان، اول مره هكا تتعرفوا على القروان؟ اي ان شاء الله. بالنسبه لكرياضه التجوال او الدرجات الناريه اول مره نصلوا عن طريق الجمعيه الامنيه للدرجه الناريه عن طريق اخونا الكابتن كريم تبعنا، وان شاء الله حتكون المستقبل العلاقه ما بيناتنا اكثر وتواصل اكثر ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. سي حاتم هكا في سؤال على طايل، ان شاء الله باش نلقاو هكا تظاهره او متسابقات رالي يكونوا ما بينكم وما بين الجمعيه الامنيه الرياضيه بروشينمون يعني في تونس او في القيروان ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله. طبعا احنا بلد واحد نعتبره ليبيا تونس، ما فيش فرق بين ليبيا وتونس. ويشرفنا ان احنا نكونوا في توأمة مع الجمعيه الامنيه بالقيروان. القيروان تاريخ معلم من معالم السياحه في تونس، وشرفنا ان احنا نكونوا عندنا توأمة مع الجمعيه وان احنا نشاركوا مع تونس كامله في الرياضه هذه، وتزيدوا ونوطوا العلاقات ما بيننا ان شاء الله. ان شاء الله. يعطيك الصحه سي حاتم التركي، كل التوفيق وكل الدعم، واحنا كاذاعه الحياه ان شاء الله دائما في تخطيط هالتظاهرات الرياضيه والثقافيه وخاصه التظاهرات اللي تدعم السياحه الداخليه. مشكورين الناس الكل، والشكر كبير الحقيقه زميلنا حسام الرابحي اللي كان معنا في المباشر من خلال مداخلته في التور دو تابل. التور دو تابل. يلا احنا مازلنا متواصلين معكم دائما بمختلف الفقرات. نعم نذكرهم محمد، احنا وين باش نكونوا بعد متواجدين؟ باش نكونوا متواجدين في رونبوان يعني باب جديد بحث ليسي جون في يعني معهد ابن رشيق. ان شاء الله بارتير من 5:30 نكون متواجد، وديجا الفلاك هذيك علم الحياه فاهم باش يكون متواجد. دونك ما عليكم كان تعدلوا موجتكم وتبقاو تستناو الكادوات هذيك. تري بيان، موجتكم 90.3 واحنا باش نجيو ونكونوا حاضرين بالكادوات. يلا بوز مع الموسيقى ورجعنا. جوك على 90.3. بالنسبة لكل معضلة الموجة علينا هكا الباك ستريت بويز يوصلنا معكم من 5:21 دقيقة. نعملوا طلع للطقس بما أنه هكا بالنسبة للناس اللي البارح حسوا فيه شهيري وطقس عالمي بوغ لو مومون توا المحالة مكتوب 36 درجة، ولكن درجات الحرارة اليوم وصلت للبيك نتاعها اللي هي 44 درجة بالنسبة لليوم اللي هو 1 جوان أو نهار في الصيف غيالمون بالهليل يلا سيدي نمشي تتسويت الأصل الزين. أصل الزين وقيت أصل الزين أكيد أصل الزين. ونكملوا في سيري متاعنا، نحكيو دائما على عناية بالبشرة مع أمين رمح. البارح حكينا على التكستور على الكولور وخاصة حسن الاختيار. حسن الاختيار متاع الكولور الفوندوتا متاعنا. بعد ما قولوا احنا أطرنا الاختيار، اليوم مش نبدأ في التحضير، نبدأ في المرحلة العملية نقولوا احنا. فما ايتاب بريمورديالي برشا من الناس يتجاهلوه قبل ما يستعملوا الفوندوتا نتاعهم. ايه ابار معناها البرايمر جزء يتجزأ من العمليه هذه الكل. دونك كيفاش باش نحضروا الوجه نتاعنا باش يقبل المكياج بصفه عامه والفوندوتا بصفه خاصه؟ دونك البارتي الاولى بالطبيعه يلزم الوجه نتاعنا نظفوه دو بريفيرونس بماء دافي.
سواء اليد نقولوا احنا فما سيرفيت دي ماكيونت اللي ديجا هي تمشي بالماء دافي، فما نجمو كوتون ديسك، هذه ايتاب بريمورديال معناها باش نغسلوا وجهنا نبعدوا على لانجيت اي دو بريفيرونس سواء لانجيت بيبي سينو لي لانجيت الاخرين. فما فما اللي يقولوا برشا انه معناها سوسون دي برودوي كانسيروجين معناها بور لو فيزاج وكل، احنا ديما نمشيو في السيرفيت دي ماكيونت ولا كوتون ديسك اللي هو معناها نقولوا احنا غارونتي مضمون انه برودوي طبيعي اي بنسبه 100%. دونك البارتي بلوتو لي تابلو لا نظف وجه نتاعنا اي سورتو بالليل العنق معناها البارتي نتاع الرقبه نقولوا احنا خاطر دو بريفيرونس ديما تكون معناها هذيك زاد نظيفه خاطر باش نخدموا عليها من بعد الفوندوتا نتاعنا. اون افيكتيون معنا دي موفمون سيركولير نعملو حركات دائرية فهمتني وديما نبعدو على الفرطمون الحكان لي في الوجه لي يعمل اغيتاسيون للبو يعمل برشا حاجات ويقلق سورتو ديما نحاولو ننظفو سورتو البارتي متاع الخشم بارتي متاع المشوار اللي قلنا ديجا البارح نعرفو منها الكولور متاع الفوندوتا والفيزاج بصفة عامة سورتو الفرون الجبين هذايا معنا الجبين متاعنا هذوما كل نعملو رانساج وسيشاج معناها نرنخوهم بالماء نغسلو مليح ومن بعد نشيحو وجهنا. ليتاب الثانية اللي هي القماج اللي برشا عباد يتجاهلوها بلوتو سواء يتناساوها سواء يبخلوا عليها والأكثرية يبخلوا عليها خاطر تاخد شوية وقت. ناخذو القماج متاعنا سواء معناها برودوي ليكيد اللي هو ديجا يبدا حاضر القماش سواء سافون يبداو فيه كلي جرانول نقولوا حبيبات حبيبات هيك نعملوا به النيتواياج نتاعنا نعملوه رانساج نحطوه في الوجه نتاعنا خليه بيريود يعمل انتراكسيون باش يحل كلي بور ويخرج معناها توسكي سيبوم يخرجك الزيوت يخرج لي سيلول مورت و كي نستعملوا معناها معناها نستعملوا القماج كيف كيف نبعدوا على الفروتمون ديما نعملوا دي موفمون سيركولير باش نسهلوها العمليه هذيا نعملوا موفمون عكس عقارب المنقال عقارب الساعه عكس الوقت معناها نحاولوا ديما نعملوا لي موفمون هذوما باش يكون النيتواياج في كاس بتاعنا. ديجا القماج قلنا احنا معناها دي مستهدف انه باش ينظفك لي سيلول ويحل لي سيلول وينظف الوجه بالكدا ونجمو في عوض القماج نعملو بجيل نيتوايون اذا احنا عندنا مثلا لابو سنسيبل او بيان عندنا لابو غراس تو ديبون معناها تيب دو بو ديما نختارو حاجه تمشي مع طبيعه الوجه نتاعنا فهمتني مش انا وجهي شايح ناخذ انجيل نيتوايون بور بو غراس فهمتني دونك ديما هذوما نمشيو فيهم كيف كيف نعملو رانساج سيشاج معناها نعملو نغسلو وجهنا نشيحو مليح كيف كيف ما نحكوش الوجه معناها باش نتفاداو ديما اي اكسيدون معناها يصير في الوجه بالضبط. دونك بالنسبة البارتي الثالثة نجمو معناها اللي عندهم سورتو لابوسيش معناها اللي عندهم وجههم شايح يستعملو ان سيروم باش يعطيك الإفي بون مين ويعطي الإكلاء للوجه يعمل نيوتريسيون للوجه حتى راو اللي عندهم لابوغراس ينجموا يستعملوا لي سيروم اما ما تكونش فيهم ديويل نيوتريتيف مثلا سيروم إفي بون مين سيروم هكا مثلا بلاج إكلاء إكلاء تو ديبون معناها ديما ونرجعوا ونقولوا يلزم يكون سولون تيب دو بو نتاعنا معناها سولون الوجه فما استيوس صغرونه باش نعملوا هكا سيركولاسيون دو سون مزيانه ونوروا وجهنا هو الكلاسون اما اللي يتحملوا في وجهه ياخذ كعبه كلاسون ولا كعبتين كلاسون تعمل بها زاده دي موفمون سيركولير في الوجه يعمل سبحان الله معناها في افيكاسيتي في انه يعطي افي بريون ويعطي سيركولاسيون دو سون معناها حركيه نتاع الدم في الوجه دو فاسون الوجه يولي روز وحده ما نسحقوش لا معناها ما نسحق اللي يستحمل البرد اللي يستحمل الكلاسون في الوجه هو الحقيقه افيكاس وفهم برشا راهو يستعملوا فيه معناها فهم برشا عباد نعرفهم تقول لك انا نعمل ليدراتاسيون نتاعي بالكلاسون خاطر ديجا قلنا احنا فما دي فون دو تان بور بوسيش اللي هما يمشيو معناها يكونوا فيهم نسبة كبيرة متاع ماء
ألور لا دونك احنا نحاولوا نسهلوا ندخلوا طول في الموضوع ندخلوا بالجلاسة. دونك البارتي الرابعة معنا لي بريسك باش نحاولوا ما نستغنيوش عليه خاطر براتيكمون لي زيتاب الاخرين ديما نستغنيو عليهم هي ليدراتاسيون اليد معنا دون كريم دي جور سواء باش نستعملوا احنا الفوندو تاعنا نعملوا الكريم دي جور بالله التنويه ولا تذكير ولا معلومه ولا استوس ولا راهو ليكرون حاجه والفوندو تاع حاجه وجامي نعملوا ميلانج بين ليكرون وفوندو تاع خاطر ليكرون افورت بروتكتريس معناها بروتكسيون تاعو قويه برشا اي سورتو نعملوا ايكران تانتي ونزيدو نعملوا فوق فوندو تاع سيتولي عنا لي تاش نوار وتدخل بعضها الدنيا يا ايكران يا فوندو تاع معناها يا هذه يا هذه معناها جمله جمله ما نجمش نخلطو مش احنا نتفاديو انا قلت لك راهو الكرام معناها الايفي نتاعو بروتيكسيون ماهوش لا كوفرانس لا حد شيء فهم برشا تقول لك انا ساعه في فوندو معناها تعمل مقارنه بالفوندو تاع بالاكران تقول لك انا ناخذ في اكران مش يغطي لي فهمتني فهمت هذوما اللي هذا ديتاي معناها فما اللي نجم يعمل معناها على البروتيكسيون اما ديما اكران تانتي راهو فوندو تاع ما يتخلطوش فوندو تاع حاجه والاكران حاجه وكل حاجه عندها لي في نتاعها معناها الاكران راهو ايفي بروتيكسيون الفوندو تاع بالطبيعه عندها لي زيفي الاخرين دونك قلنا ليدراتاسيون اللي هي البارتي الرابعه بالطبيعة كريم دو جور إذا نستعملوا فوندو تاع نتاعنا الصباح ولا كريم دو نوي إذا نستعملوه في الليل ديما الكريم دو جور ماذا بينا نختاروها كالي سبي اف نتاعها يكون به شوية بارتير من 15 وحنا طالعين دو بريفيرونس زاد الكريم دو جور نتاعنا تبدا اباز بيو باش ما تعمليش انتراكسيون سورتو تو مع السخانة تعمل هكا تبادلات كيميائيه نقولوا احنا تنجم تضر الوجه نتاعنا سورتو يبدا فيها الكول ولا تبدا فيها معنا معطرات نقولوا احنا ديما نشوف في حاجه بيو باش الوجه نتاعنا يبدا مرتاح ويتنفس مليح بالطبيعه سامحني جوست البارتي الخامسه اللي هي الاخرانيه الباز دو تان الباز دو مكياج نتاعنا سواء تكون معناها اون باز اون سيليكون معناها باز دو تان برايمر فما اللي يعمل الفيكساسيون نتاعو بالبودر كل واحد وكيفاش نعملوا الباز نتاعنا باش وجهنا يبدا حاضر انه باش يقبل المكياج نتاعنا فوالا alors هذه هي réellement la préparation اللي نخليو فيها البو تكون قابله réellement للمكياج لي زيتاب كيما قلنا عليهم اون بريف باش نعطي معناها تلخيص نتواياج بالماء عادي شيحوا وجهنا نعملوا الجوماج نتاعنا سواء بالصابون وبيان معناها بالبرودوي اغومي بارتي الثالثه اللي هي سيروم معناها ليدراتاسيون اللي في بونمين وكل شيء بارتي الرابعه ليدراتاسيون هي كريم دو جور ولا كريم دو نوي احنا والوقت اللي باش نستعملوا فيه بارتي الخامسه اللي هي الباز دو تان اللي هي سواء تكون برايمر ولا فون دو تان مثلا باز ولا كل واحد وشو الحاجه انه غيرمون هو البرايمر لي كلمسامات او لي امبيرفيكسيون باش نحاولوا انه نعبيوهم ونكاموفليهم باش تقبل الوجه يكون هكا تبدا لا باز اون سيليكون معناها يعمل كاموفلاج مزيان على الاخر وميم اليمين راهو لي ريدول ولي ريد معناها حتى التجاعيد بصفه عامه فوالا هذه هي الغايه نتاعو يعطيك الصحه امين هكا عطيتنا دائما الحقيقة في تسلسل كل جمعة نعطيكم هكا تيم مازلنا نتواصلوا فيه لمحالة بالنسبة للغدوة غدوة باش نعطيو معناها كيفاش نعملوا لابليكاسيون شنو هما لي اكسسوار اللي نسحقوهم باش ندخلوا غدوة نختموا الموضوع نتاعنا ونعملوا خلاصة صغرونا ان شاء الله سي تري بيان يعطيك صحة امين ربي هذه كانت اصل الزين اصل الزين وقيت أصل الزين يلا احنا مازلنا متواصلين معاكم نعاودوا نذكركم اللي ليكيب تنجموا تلقاوها بحذاكم اليوم بشقوهم بحذا الجوفي سي هكا الجوفي تحتوا عليهم يا جماعه عندكم كادو يستنى فيكم عليكم كان تعدلوا الموجة 90 83 يلا موزيكا رجعنا جوك على 93 يلا احنا مازلنا متواصلين معكم دائما على نفس الموجات ودائما في متابعه للانشطه الثقافيه الرياضيه وغيرها في التور دو تابل تويت التور دو تابل
وقيد التور دو تابل وين تنظم أو في إطار دعم السياحة الداخلية للقيروان. تنظم الجمعية الأمنية الرياضية بالقيروان يوم استقبال متسابقي الموتوبايك من جميع أنحاء العالم أو من عديد البلدان العالمية وال يعني العربية وغيرها. alors الحقيقة حابين نحكي أكثر على هالتظاهرة هذه اللي pour le moment صايرة توا احنا باش نكونوا اكيد في تغطيه. اكيب الحيط موجوده في تغطيه للايفينمون سبورتيف هذا. حبينا الحقيقه يكون متواجد معنا ويدخل معنا في المباشر المتحدث باسم الجمعيه كريم النجاتي, ولكن مالوزمون اللي قاعد يصير الايفينمون او ميم طون. عندنا زميلنا حسام الرابحي اللي دائما في التغطيه. مرحبا بك حسام. تحية ليك نور, تحية ليك, تحية لكل متابعي راديو حياة فهم. بالفعل احنا موجودين في مواكبة لهذا النشاط اليوم. الجمعية الأمنية الرياضية بالقيروان اليوم يعني تقوم بنشاط مهم اليوم اتفاقية توما مع يعني عدد من الدراجين الموجودين أشقائنا في ليبيا, وهذا يندرج طبعا في إطار دعم السياحة البديلة أو التعريف بالمخزون خلينا نقوله السياحي والثقافي على مستوى ولاية القيروان. عدد كبير حقيقة يا نور من الدراجين اللي موجودين هنا على مستوى ولاية القيروان, وعدد كذلك محترم به من الدراجين كما قلت أنا من الإخوة الليبيين اللي كانوا جاوا بحضنا هنا على مستوى ولاية القيروان. خليني نعطيك فكرة يا نور أنه باش تكون فما تورنيه كبيرة باش نعرفوهم بأهم المناطق اللي موجودة على مستوى مركز مدينة القيروان وأهم المعالم طبعا اللي هي معروفة بهم مدينة القيروان, وهم اختاروا خصيصا أنهم يجيوا لهنا لمدينة القيروان مش يتعرفوا على المعالم والمخزون الثقافي والتراثي اللي عنا على مستوى ولاية القيروان. في الحقيقة نور الجمعية الأمنية الرياضية بالقيروان قاعدة تخدم في خدمة حقيقة ممتازة جدا, وقاعدة يعني إن شاء الله بريفيو باش تكون فما اتفاقيات توأمة مع عدد من الدول الأخرى باش نزيدوا نعرفوا أكثر بالمخزون القيرواني ونزيدوا نعرفوا ب يعني كما قلنا المعالم القيروانية. واضح حسام, حسب ما فهمنا يعني مازالت الإيفينمون قاعد مازال صاير توا, قاعدوا يعملوا في التورني نتاعهم توا. خليني نعطيك فكرة, احنا استنيناهم في مفترق خصوصا باعتبارهم هما جاوا من ولاية جاونا من ولاية سوسة إلى مدينة إلى ولاية القيروان. دونك خرجنا من مفترق تريخوسة عملنا بهم دورة صغيرة يعني مشينا للزربية ودورنا شوية في وسط البلاد توا باش يتحركوا إلى مركز يعني أو مقر الجمعية الأمنية الرياضية, ومن بعد إن شاء الله من بعد ما يتحركوا إلى المقر نتاع الجمعية الأمنية باش يكون فما أن تورني في مختلف المعالم اللي موجودة على مستوى مدينة القيروان. ولا احنا لهنا حسام نوضحوا زيد للسادة المستمعين, هذه عبارة على متسابقي متاع الموتو بايك. نحكيه على كل الموتورات الكبيرة, نحكيه على نور اذا كان مازلت موجوده معايا. خليني اذا كنت حاب تاخذ اكثر تفاصيل خليني نعطيك شعاف الزهري اللي هو رئيس الجمعيه الرياضيه الامنيه بالقيروان تاخذ من عنده اكثر تفاصيل في علاقه بهذا الحدث اللي نعطيك اليوم. يعتبر حدث مهم يعني ما نعطيك معناه الحقيقه انه العباد الكل قاعدوا يتفرجوا على الكورتيج هذا يعني حركه كبيره خلينا نقولوا العباد فرحانه وتتبعوا. تعرف انت التراث عندها عشاقه اما على مستوى وطني او حتى على مستوى محلي على مستوى مدينة القيروان. للتفاصيل نور يحضر إلى جنبي سي عاطف الزهري باش ناخذوا من عنده فكرة في علاقة بهذا الليفينمون هذا والاتفاقية اللي صارت مع الإخوة الليبيين. مرحبا بك سي عاطف الزهري كان يسمع فينا على موجة إذاعة الحياة FM. يا نور لحظة جيت نور لحظة معك. عاطف لازم ينحي الكاس ما تعرف هذا خليني نعطيك بالخودة خليني نعطيك فكرة اللي راهو الدراجين نتاعنا الكل خرجوا يعني اللوازم الوقائية باش ينجموا يستعملوا الدراجة الكل أكيد. موجودة اما من اللي كاسك ولا اللي كيف مو حقيقة يعني حاجة بيان اورجانيزي. خليني لالا ما دام نحى الخودة نتاعو سي عاطف امشي خليه معك في المباشر يا نور سي تخي بيان. الحقيقة احنا الحقيقة فرحانين برشا برشا. مرحبا بك سي عاطف زيري عايشك عاطف الله يخليك عايشك
مشكور جدا على قبولك للدعوة، وحابين ناخذ من عندك أكثر تفاصيل فيما يخص الساعة. نحبوا نعرفوا أكثر احنا الجمعية سي عاطف، دائما هكا فما لي زيفينمون، شنو هو لي زيفينمون اللي تنظموهم دابيتود، شنو هي الحاجات هكا اللي نجموا نلقاوكم فيهم، ناخذوا أكثر فكرة على الجمعية معك سي عاطف. مرحبا بك أخت نور. نعرف بروحي سي عاطف الزايري، رئيس فرع الدراجات النارية بالقيروان، الجمعية الرئيسية الأمنية بالقيروان. في بعد المشاركة في رالي المرسى تبرقة 256 كيلومتر يوم السبت والأحد الفارق، تم تحصل على المرتبة الثانية وكأس في أول مشاركة للجمعية متاعنا. وفي نطاق التخاوي والإتحاد مع الدراجين تم توأمة مع الجمعية الليبية، وكان نحن الهدف متاعنا هو الترويج للسياحة الداخلية وخاصة ولاية القيروان ومدينة الغالبة بحكمها التاريخي، وهما الآن شرفونا اليوم في القروان، جاءوا معنا بعدد كبير اللي هما في المنتظر باش الايام القادمه زاد باش يكون زاد ثم مشاركات غادي في ليبيا، وهذا في نطاق معناها السياحه الداخليه وترويج ولايه القيروان بالنسبه لاهداف نتاعنا كجمعيه رياضيه امنيه بالدرجات الناريه بالقيروان. بالضبط. الوغ ان شاء الله هكا التورني كيفاش باش تكون، يعني شو البلايص هكا اللي باش تمشيو لهم؟ نحكيو بالضبط احنا على دعم زاد السياحه الداخليه خاصه في ولايه القيروان. والله توا هما مازلنا كي وصلنا المقر الجمعيه نتاعنا اللي هو واحدة لاليونس في طريق تونس، باش نرحبوا بهم في المقر الجمعيه، وعندنا اتفاقيه ما بيناتهم باش نجلسوا ونمضيوها في نطاق الشراكه ما بين الجمعيات، وبعد نعملوا جوله في مدينه القيروان والمعالم الاثريه نتاعها اللي هي الجامع الكبير والفسقيه ووسط المدينة شوية، معرفوهم بالمنتوج نتاعنا والسياحة نتاعنا الداخلية، وهكا هي نكملوا الأهداف نتاعنا من جملتها هذه. يعني التورني قديش هكا أببخي عندك أنت، قديش مشارك فيها من يعني متسابق؟ هو مش من متسابق أو من شخص غير ما خاطر هي غير ما هيش مسابقة اليوم. هو توا حاليا عندنا 47 دراجة نارية مختلفة الأحجام، دراجات ما بين الهارلي وما بين الروت وما بين معناها متنوعين، معهم سيارات زاد مرافقة للدراجات كسوة ليبية في مكار في الطريق مسافة طويلة يلزم فما مرافقات والحمد لله معناها توا هما جاوا عندنا الفوج الأول جاء من تونس والفوج الثاني جاء من سوسة ودخلوا مدينة القيروان، نعملوا بهم جولة في مدينة القيروان اللي هي الجامع الكبير والفسقية والمعالم الأثرية نتاعنا، وكالعادة ما تعرف شوية مقروض شوية واحد. هذا هو أكيد. يعطيك الصحة سي عاطف. محمد عندك ما تسأل؟ سي عاطف مشكور على الايفينمون هذا اللي معناتها عاملينه، وانا نوعيه يعني بلوتو نشجعوا على السياحه الداخليه في تونس. سينو حبيت نسالك علاش يعني جمعيات كي هكا يعني بتاع موتوبايك وكل ما نعملوش حملات تحسيسيه على يستعملوا يعني في الدراجات الناريه يعني في اطار غير قانوني، معناتها ما غير نلقاو في موتورات يعني في السنتور ما غير كاسك ما غير الاوراق، وانت تعرف الشيء هذا يعني ما ريتش انا جمعيات كما هكا انه يعني تحط وتشجع على حاجات كي هكا. ولا والله سؤال في محله، نحن كجمعيه هو من ضمن الاهداف نتاعنا توعيه الشباب هذه على ركوب الدراجه الناريه، هو استعمال الملابس الخاصه بالدراجه الناريه وخاصه الخوذه. والله هانا بدينا نحن عملنا عمل قبل مع الاولاد معناها صغار الجيران هذوما والحمد لله ماشيين في الاطار هذاك، ومع المقر نتاعنا زاد نستدعاو بعض الدراجين وتحسيسهم، وهو الهدف من الاهداف نتاع الجمعيه نتاعنا. هذا اللي نتمنوه. والحقيقه راهي العقليه نتاع الدراجين راهي تحسنت بكثير وخاصه في ولايه القيروان،
وين نستدعيك شخصيا، مرحبا بيك في المجموعه نتاعنا في الجمعيه نتاعنا، وماذا بيا الاخيين يخرجوا معنا وترى على عينك باش نعطيه صوره باهيه وصوره نحبوا نحن الصوره الخايبه اللي يكسب معناها موتور كبيره ومن و و و نحبوا نحيوها ونمحيوها من العقول، وراهي من حسن الى احسن وفما تحسن كبير، وانا نقول لك بنسبه 80% خاصه في القيروان وكلها ولات تحمل در معناها عندها شهادة رمادية. وإن شاء الله أنا أقول إن شاء الله الدولة تعاوننا في معناها تعرف أكيد يعني حتى في الحملات التحسيسية في الوعي، إحنا زدنا من منبرنا هذي زدنا عاونوا أكيد، والومضات التحسيسية أكيد الحقيقة حاجة نفتخروا بها برشا برشا إن شاء الله كل الدعم أكيد بالضبط أكيد. لا الحقيقة حاجة تفرح اللي توما في إطار يعني دعم السياحة الداخلية وخاصة لولاية القيروان قاعدين تنشطوا بالطريقة هذه، والتوأمة أكيد إن شاء الله هكا ترجع بالفايدة وبالخير، وإن شاء الله هكا في تظاهرات أخرى، وإحنا كإذاعة الحياة فهم إن شاء الله ديما هكا باش نكونوا معاكم. الله يخليك عايشك. أنتم مذكورين كإذاعة الحقيقة، خصصتونا الأولاد جاء وحدنا وغطاوا معناها التظاهرة هذه، ومشكورين وكل صالح البلاد هذه وكل ما صالح معناها الاقتصاد التونسي، والحمد لله والسياحة وباهية، وإن شاء الله زاد عنا برنامج مع أخيانا سواء مغاربة أو جزائريين باش للحضور لهنا، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن، وبارك الله فيكم كإذاعة إذا حياة يعطيكم الصحة. يعطيك صحة، مشكور جدا سي عاطف الزيري رئيس جمعية الجمعية الأمنية الرياضية، مشكور جدا على المداخلة نتاعك الحقيقة. يعني جوست بوغ ريزومي كما قلنا يعني التظاهرة هذه أو اليوم الاستقبال هذه هو عبارة جاي في إطار دعم السياحة الداخلية، نعود نذكروا اللي فما العديد من الأشخاص اللي مشاركين في هال ليفينمون هذايا، هو ريالمون يعني يوم استقبال اكثر منه ايفينمون، نحكيوا على متسابقي الموتوبايك حاجه مزينه برشا برشا، زيد نحكيوا على ايضا حتى كيبداو هكا متعدين وبرشا من الناس كيشوفوهم بالزي الكامل بيان سور الحقيقه برشا من الناس يساهموا ديجا بالوعي اللي راهو باش تركب ريالمون على الموتوبايك لازم يكون فما زي كامل وقائي لل يعني بدلة كاملة للسبور هذه، ماهيش نيمبورت كومون معناها نجموا نمارسوا الرياضة هذه. عنا حد من اللي شخص هكا ضيف جينا للقيروان في التظاهرة هذه نتعرف عليه في المباشر. مرحبا بك يا سيدي، مرحبا. الو مساء الخير، مرحبا بك. مرحبتين. الله يخليك، نتعرف عليك يا سيدي. كابتن حاتم التركي رئيس نادي النخبة للرياضة الميكانيكية. مرحبا بك سي حاتم التركي. الو انت من الوفد اللي جاي من ليبيا الشقيقة، وقاعدين بوغ لو مومون تعملوا في الدورة نتاعكم في القروان، هذه اول جاية لكم للقروان، اول مرة هكا تتعرفوا على القروان؟ اي ان شاء الله. بالنسبة لكرياضة التجوال او الدرجات النارية اول مرة نصلوا عن طريق الجمعية الأمنية للدرجات النارية عن طريق اخونا الكابتن كريم تبعنا، وان شاء الله حتكون المستقبل العلاقة ما بيناتنا اكثر وتواصل اكثر ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. سي حاتم هكا في سؤال على طايل، ان شاء الله باش نلقاو هكا تظاهرة او متسابقات رالي يكونوا ما بينكم وما بين الجمعية الأمنية الرياضية بروشينمون يعني في تونس او في القيروان ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله. طبعا احنا بلد واحد نعتبره ليبيا، ما فيش فرق بين ليبيا وتونس، ويشرفنا ان احنا نكونوا في توأمه مع الجمعيه الامنيه بالقيروان. القيروان تاريخ معلم من معالم السياحه في تونس، وشرفنا ان احنا نكونوا عندنا توأمه مع الجمعيه، وان احنا نشاركوا مع تونس كامله في الرياضه هذه،
وتزيدوا ونوطنوا العلاقاتنا بيننا ان شاء الله. ان شاء الله. يعطيك صحه سي حاتم التركي، كل التوفيق وكل الدعم، واحنا كاذاعه الحياه ان شاء الله دائما في تخطيط هالتظاهرات الرياضيه والثقافيه، وخاصه التظاهرات اللي تدعم السياحه الداخليه. مشكورين الناس الكل، والشكر كبير الحقيقه زميلنا حسام الرابحي اللي كان معنا في المباشر من خلال مداخلته في التور دو تابل. التور دو تابل، يلا احنا مازلنا متواصلين معاكم دائما بمختلف الفقرات. نعم نذكرهم محمد، احنا باش نكونوا بعد متواجدين، باش نكونوا متواجدين في رونبوان، يعني باب جديد بحثة ليسي جون في، يعني مع ابن رشيق ان شاء الله بارتير من 5:30 نكون متواجد، وديجا الفلاك هذيك علام الحياه فاهم باش يكون متواجد. دونك ما عليكم كان تعدلوا موجودكم وتبقاو تستناو الكادوات هذيك. تري بيان، موجودكم 93.3 واحنا باش نجيو ونكونوا حاضرين بالكادوات. يلا بوز مع الموسيقى ورجعنا. جوك على 93.3. كل ما عبد الموجع لنا هكا الباك ستريت بويز يوصلنا معكم من 5:21 نعملوا طلع للطقس، بما انه هكا بالنسبه للناس اللي البارح حسوا فيه شهيري وطقس عالمي بوغ لو مومون توا المحله مكتوب 36 درجه، ولكن درجات الحراره اليوم وصلت للبيك نتاعها اللي هي 44 درجه بالنسبه لليوم اللي هو 1 جوان او نعرف الصيف غيالمون بالهليل بالهليل. يا سيدي نمشي تتسويت الأصل الزين. أصل الزين وقيد أصل الزين أكيد أصل الزين، ونكملوا في سيري امتعنا نحكيه دائما على عناية بالبشرة مع أمين رمح. البارح حكينا على التكستور على الكولور وخاصة حسن الاختيار، حسن الاختيار متاع الكولور الفوندوتان متاعنا. بعد ما قلوا احنا اطرنا الاختيار، اليوم مش نبدأ في التحضير، نبدأ في المرحلة العملية نقولوا احنا. فما يتاب بريمورديالي برشا من الناس يتجاهلوه قبل ما يستعملوا الفوندوتان تاعهم، ايه ابار معناها البريمر جزء يتجزأ من العملية هذه الكل. دونك كيفاش باش نحضروا الوجه نتاعنا باش يقبل المكياج بصفة عامة والفوندوتان بصفة خاصة؟ دونك البارتي الاولى بالطبيعة يلزم الوجه نتاعنا نظفوه دو بريفيرونس بماء دافي، سواء اليد نقولوا احنا فما سيرفييت دي ماكيونت اللي ديجا هي تمشي بالماء دافي، فما نجمو كوتون ديسك، هذه ايتاب بريمورديال معناها باش نغسلوا وجهنا. نبعدوا على لانجيت اي دو بريفيرونس سواء لانجيت بيبي سينو لي لانجيت الاخرين. فما اللي يقولوا برشا انه معناها سو سون دي برودوي كانسيروجين معناها بور لو فيزاج وكل، احنا ديما نمشيو في السيرفييت دي ماكيونت ولا كوتون ديسك اللي هو معناه نقولوا احنا غارونتي مضمون انه برودوي طبيعي اي بنسبه 100%. دونك البارتي بلوتو لي تابلو لا نظفوا وجه نتاعنا اي سورتو بالليل العنق معناه البارتي نتاع الرقبه نقولوا احنا، خاطر دو بريفيرونس ديما تكون معناها هذيك زاد نظيفه، خاطر باش نخدموا عليها بعد الفوندو نتاعنا. On effectuant معنا دي موفمون سيركولير، نعملو حركات دائرية فهمتني، وديما نبعدو على الفروتمون الحكان لي في الوجه لي نعمل إيريتاسيون للبو، يعمل برشا حاجات ويقلق سورتو. ديما نحاولو نظفو سورتو البارتي متاع الخشم، بارتي متاع المشوار اللي قلنا ديجا البارح نعرفو منها الكولور متاع الفوندوتان، والفيزاج بصفة عامة سورتو الفرون الجبين هذايا معناها الجبين متاعنا، هذوما كل نعملوا رانساج وسيشاج معناها نرنخوهم بالماء نغسلو مليح ومن بعد نشيحو وجهنا. ليتاب الثانية اللي هي القماج اللي برشا عباد يتجاهلوها وبلوتو سواء يتناساوها سواء يبخلوا عليها، والأكثرية يبخلوا عليها خاطر تاخو شوية وقت. ناخذوا القماج متاعنا سواء معناها برودوي ليكيد اللي هو ديجا يبدا حاضر القماش، سواء سافون يبداو فيه كلي جرانول نقولوا احنا حبيبات هيك نعملوا به النيتواياج نتاعنا، نعملوه رانساج نحطوه في الوجه نتاعنا، خليه بيريود يعمل الانتراكسيون باش يحل كلي بور ويخرج معناها التوسكي سيبوم، يخرجك الزيوت، يخرج لي سيلول مورت. كي نستعملوا معناها نستعملوا القماش كيف كيف نبعدوا على الفروتمون، ديما نعملوا دي موفمون سيركولير
باش نسهلوها العمليه هذيا نعملوا موفمون عكس عقارب المنقاله عقارب الساعه عكس الوقت معناها نحاولوا ديما نعملوا لي موفمون هذوما باش يكون النيتواياج في كاس بتاعنا. ديجا القماش قلنا احنا معناها ديدي مستهدف انه باش ينظفك لي سيلول ويحل لي سيلول وينظف الوجه بالكدا. ونجمو في عوض القماش نعملو بجيل نيتوايون اذا احنا عندنا مثلا لابو سنسيبل او بيان عندنا لابو غراس تو ديبون معناها تيب دو بو. ديما نختارو حاجه تمشي مع طبيعه الوجه نتاعنا فهمتني. مش انا وجهي شايح ناخذ انجيل نيتوايون بور بو غراس فهمتني. دونك ديما هذوما نمشيو فيهم كيف كيف نعملو رانساج سيشاج معناها نعملو نغسلو وجهنا نشيحو مليح كيف كيف ما نحكوش الوجه معناها باش نتفاداو ديما اي اكسيدون معناها يصير في الوجه. دونك بالنسبه البارتي الثالثه نجمو معناها اللي عندهم سورتو لا بوسيش معناها اللي عندهم وجه مشيح يستعملوا ان سيروم باش يعطي كل ايفي بون مين ويعطي ليكلا للوجه يعمل نيوتريسيون للوجه. حتى راهو اللي عندهم لابوغراس ينجموا يستعملوا لي سيروم اما ما تكونش فيهم ديويل نيوتريتيف مثلا سيروم ايفي بون مين سيروم كما مثلا بلاج اكلا تو ديبون معناها ديما. ونرجعوا ونقولوا يلزم يكون سولون تيب دو بوم تاعنا معناها سولون الوجه. فما استيو صغرونا باش نعملوا هكا سيركولاسيون دو سون مزيانه ونوروا وجهنا هو الجلاسون. اما اللي يتحملوا في وجهه ياخذ كعبه جلاسون ولا كعبتين جلاسون تم بزاده دي موفمون سيركولير في الوجه يعمل سبحان الله معناها في افيكاسيتي في انه يعطي افي بريون ويعطي سيركولاسيون دو سون معناها حركيه نتاع الدم في الوجه دو فاسون الوجه يولي روز وحده ما نسحقوش لا اما هذه اللي يستحمل البرد اللي يستحمل الجلاسون في الوجه هو الحقيقه في كاس وفم برشا راهو يستعملوا فيه معناها فم برشا عباد نعرفهم قل كان نعمل ليدراتاسيون تاعي بالجلاسون خاطر ديجا قلنا احنا فما دي فون دو تان بور بوسيش اللي هما يمشيو معناها يكونوا فيهم نسبه كبيره نتاع ماء الور لا دونك احنا نحاولوا نسهلوا ندخلوا طول في الموضوع ندخلوا بالجلاسون. دونك البارتي الرابعه معناها لي بريسك باش نحاولوا ما نستغناوش عليه خاطر براتيكمون لي زيتاب الاخرين ديما نستغناو عليهم هي ليدراتاسيون اليد معناها دون كريم دي جور سواء باش نستعملوا احنا الفوندوتان تاعنا نعملوا الكريم دي جور بالله التنويه ولا تذكير ولا معلومه ولا استوس ولا راهو ليكرون حاجه والفوندوتان حاجه وجامي نعملوا ميلونج بين ليكرون وفوندوتان خاطر ليكرون افورت بروتكتريس معناها بروتكسيون تاعو قويه برشا وسورتو نعملوا ايكرون تانتي ونزيدو نعملوا فوقو فوندوتان سيتولي عندنا لي تاش نوار وتدخل بعضها الدنيا يا ايكرون يا فوندوتان معناها يا هذي يا هذي معناها جملة ما نجمش نخلطو مش احنا نتفاداو انا قلت لك راهو ليكرون معناها الايفي نتاعو بروتيكسيون ماهوش لا كوفرانس لا حد شيء فهم برشا تقول لك انا نستعمل في فوندو معناها تعمل مقارنه بالفوندوتان بالليكرون تقول لك انا ناخذ في ايكرون ومش يغطي لي فهمتني فهمت هذوما اللي هذه ديتاي معناها فما اللي نجم يعمل معناها على البروتيكسيون اما ديما ايكرون تانتي راهو فوندوتان ما يتخلطوش فوندوتان حاجه والليكرون حاجه وكل حاجه عندها لي في نتاعها معناها ليكرون راهو ايفي بروتيكسيون الفوندوتان بالطبيعه عندها لي زيفي الاخرين دونك قلنا ليدراتاسيون اللي هي البارتي الرابعه بالطبيعه كريم دو جور اذا نستعملوا الفوندوتان تاعنا الصباح ولا كريم دو نوي اذا نستعملوه في الليل ديما الكريم دو جور ماذا بينا نختاروها كالاس بي اف نتاعها يكون به شويه بارتير من 15 وحنا طالعين دو بريفيرونس زاد الكريم دو جور نتاعنا تبدا اباز بيو باش ما تعمليش انتراكسيون سورتو تو مع السخانه تعمل هكا تبادلات كيميائيه نقولوا احنا تنجم تضر الوجه نتاعنا سورتو يبدا فيها الكول تبدا فيها معنا معطرات نقولوا احنا ديما نشوف في حاجه بيو باش الوجه نتاعنا يبدا مرتاح ويتنفس مليح بالطبيعه سامحني جوست البارتي الخامسه اللي هي الاخرانيه الباز دو تان
الباز دو مكياج نتاعنا سواء تكون معناها اون باز اون سيليكون معناها باز دو تان برايمر فما اللي يعمل الفيكساسيون نتاعو بالبودر كل واحد وكيفاش نعملوا الباز نتاعنا باش وجهنا يبدا حاضر انه باش يقبل المكياج نتاعنا فوالا الو هذه هي ريالمون البريباراسيون اللي نخليو فيها البو تكون قابله ريالمون للمكياج لي ستاب كيما قلنا عليهم اون بريف باش نعطي معناها تلخيص نتواياج بالماء عادي شيحوا وجهنا نعملوا القماج نتاعنا سواء بالصابون او بيان معناها بالبرودوي اغومي بارتي الثالثه اللي هي سيروم معناها ليدراتاسيون اللي في بون مين وكل شيء بارتي الرابعه ليدراتاسيون هي كريم دو جور ولا كريم دو نوي احنا والوقت اللي باش نستعملوا فيه بارتي الخامسه اللي هي الباز دو تان اللي هي سواء تكون برايمر ولا فون دو تان مثلا باز ولا كل واحد وشو اي حاجه انه غيرمون هو البرايمر لي الكلمسامات او لي امبيرفيكسيون باش نحاولوا انه نعبيوهم ونكاموفليهم باش تقبل الوجه يكون هكا تبدا لا باز اون سيليكون معناها يعمل كاموفلاج مزيان على الاخر وميم اليمين راهو لي ريدول ولي ريد معناها حتى التجاعيد بصفه عامه فوالا هذه هي الغايه نتاعو يعطيك الصحه امين هكا عطيت دائما الحقيقه في تسلسل كل جمعه نعطيكم هكا تيم مازال نتواصلوا فيه المحله بالنسبه للغدوه غدوه باش نعطيو معناها كيفاش نعملوا لابليكاسيون شنو هما لي اكسسوار اللي نسحقوهم باش ندخلوا غدوه نختموا الموضوع نتاعنا ونعملوا خلاصه صغرونا ان شاء الله سي تري بيان يعطيك صحه امين رميح هذه كانت اصل الزين اصل الزين وقيد أصل الزين يلا احنا مازلنا متواصلين معاكم نعاودوا نذكركم اللي ليكيب تنجموا تلقاوها بحذاكم اليوم باش تلقاوهم بحذا الجوفي سي هكا الجوفي تحتوا عليهم يا جماعه عندكم كادو يستنى فيكم عليكم كان تعدلوا المجاعات 90 اي 3 يلا موسيقى رجعنا جوك على 90 3 وتحفل العشويه 1 2 3 4 من الاثنين للخميس من الاربعة للستة تلقى جوك على 90 3 وحفل العشويه بالموسيقى والثقافه والربح مع نور وليكرونيكور في جوك على 90 3 على الحياه فام حفالي وجونا عالي